مين؟ أنا زهور. أنت شو جابك لهون؟ جاي بدي أحكي معك. أنا كم مرة قلت لك ما بدي أشوف وشك؟ أنا بس بدي أقول لك كلمتين. أنت بدك تفضحيني وتسببي لي مشاكل؟ ليش جيت لهون؟ ليش؟ أنا صار لي فترة عم حاول أحكي معك. معناها أنت اللي جيتي على المحكمة. أنت بدك تفضحيني؟ هدول إذا عرفوا بيقتلوني. بيقتلوني. أنت ليش خايف منهم؟ هن مو أحسن منك. بترجاكي لا تجي لهون. واللي كان بيناتنا خلص مرحلة وراحت بحال سبيلة. مرحلة؟ بتسمي لي بيناتنا كان مرحلة؟ أنا أهلي كلهم راح وصفيت لحالي. أنا وضعي كثير صعب. اسمعي، أنا هلأ شيخ ومسؤول عن المحكمة الشرعية. وضعي تغير. كل هذا لأنه لبسوك عمامة وربوا لك دقن؟ يا لحمة ما بتشوف وشك لا قدام المحكمة ولا قدام البيت. معروف أنا بحاجة إلك. أنا مالي حدا غير. أنت ما بتناسبيني. خلص زمان مرحلة ولا مرحلة جديدة. فعلا زمان ما كنت تحكي بالدين لحتى تحكم الناس، بس هلأ صرت تحكي بالدين. طلعي لبرا، نقلعي من هون، ما عاد بدي اشوف خالتي. طلعي عمري لك. طلعي. يعطيكم العافية. ما عرفت شو بعد تعبتوا اليوم مو هيك؟ اي والله الحيطان تعبانة ومنشي. هلا انا وزوجي ما صرنا زمان منتقلين على هذا البيت. بعرف بحالته من زمان، بس ما صدقت انت اطلع من بيت حماية. وجعت لك راسك مو هيك؟ بس ما بعرف ليش ارتحت لك. تسلمي الله يخليكي. أنا أحياناً بحس بالوحدة. هو صحيح ارتحت من نقصاء حماتي، بس أغلب العائلة بقضيها لحالي. بس على علمي إنه زوجك عنده محل. إيه صحيح، جوزي عنده محل مطاط وخيطان وبنقل بضاعة بين هون والشام، بس دايماً لحالي. طيب يعني شي نهار هيك إذا داخلك وحسيتي هيك حالك حابة تدرجي وكذا فيك تحكي معي على رقمي. تفضلي. شو؟ بزنس كار؟ اي والله هيك انا زباني كلهم كلاس، يعني هيك من فوق طرج حف زياتي تلبيسي من دهن وسقيل دردشه 24 ساعة على مدار الاسبوع. امبارح رجع على البيت سكران وما عرفت وين كان كل هالوقت. اتطاول عليك شيء؟ لا. يعني ما عم يضربك؟ لا يا شيخنا، هو ما بيضربني، بس انا ما عاد بدي اتحمل ذنب اني اعيش مع رجال عم يعمل الحرام. طيب يا اختي، انت حاولتي تحكي معه تفهمي انه عم يعمل الذنب اللي عم يعمله؟ والله يا شيخنا انا حاولت معه كثير، بس هو ما عم برد. شيخي انا بدي اتطلق منه، انا ما عاد بدي اياه، انا بدي رضا الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عندنا أمر طارئ ويجب أن نتحدث فيه. بس يا أخي أنا عندي الأخت وعم بنظر بأمرها. الأمر ما بيتحمل، بيتعدى عصيان العبد لعصيان رب العباد. طيب يا أختي، أنت فيك تروحي هلا وتغيبي لك كم يوم، بركي الله بيكون رضي على زوجك وتغير حالك. تفضلي.
حاضر يا شيخنا. تعي وقفين هون، تعي وقفين هون. Thank you.